على جريان على جي وحران التمسان يمسي يا لزيز عليا يا عمري لقولي لي عبوتي على جريان على جي وحران التمسان يمسي يا لزيز عليا يا عمري. كنا اليوم نظمنا حفل تتويج ملكة جمال مصغان طبعا الأولى 2023، يعني هذه تدخل في إطار إبراز المورد الثقافي لمدينة مصغان بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة. كان عندنا 10 المتسابقات اللي تشرف عليهم لجنة التحكيم من الجزائر، وكان عندنا عضو دولي اللي جانا من دولة لبنان ممثل في السيد نزار أبو منصور اللي نشكره الحضور تاعه، وكذلك تدخل في إطار تشكيل فريق وطني اللي يعمل على تمثيل الجزائر في المحافل الدولية فيما يخص العادات والتقاليد. هي المتسابقة رقم 5 صديق إيمان. بالنسبة للمعايير طبعا كجميع المعايير العالمية طبعا كانت مقاييس بالنسبة للجمال، الثقافة، طريقة التكل، الحديث، الحضور، كلها معايير حاولنا أن نجمعوها ونكونوا ملكة. طبعا احنا الجمال راه كاين في المستغالين، بصح حنايا حاولنا ان نختاروا من بين اللي كانوا حاضرين. شاركت في ميس تونس الجيري على ولايه المستغانم، وكان لي شرف اني نلت اللقب من طبعة فاشن كوينز تاع فاشن كوينز وتحت رئاسه مسيو حميد رحاله. جينا اليوم من الجزائر العاصمة من أجل تتويج لقب ملكة جمال مستغانم، هذا اللقب الذي تنافسه من أجله أكثر من 10 متسابقات من بنات ونساء ولاية مستغانم. في الأخير لتتوج إيمان بعد رحلة شاقة من المسابقة، مسابقة ملكة جمال مستغانم، وصنعت حدث بهذا اللقب الذي سيدوم عنها وفي اسمها لمدة سنة كاملة من العمل واستعمال هذا اللقب. أنا هنا لأنني كل عام نزيدوا كنا بالشهداء سواء اللي راهم في الجنة.